وصلنا للمساحة الطبية ورح نحكي فيها أكثر عن نتائج الزلزال، ولكن كيف ممكن نحن نتعامل معه من الناحية الطبية والصحية. شفنا كثير من الأشخاص نتيجة الزلزال المدمر صار عندهم حالات من القلق المفرط، صاروا يلجأوا للمهدئات، في بعضهم صاروا يلجأوا للمنوم لحتى يقدروا يسيطروا على حالتهم العصبية والبيولوجية. صحيح يعني من كثير من الناس بعد كارثة الزلزال يلي شهدناها بستة إشباط عاشوا لحظات صعبة وقاسية، وكانت آثار وتداعيات الزلزال كبيرة من وجع وألم وفقدان، وانعكست بشكل سلبي على الفرد تبعا للحالة البيولوجية والعصبية. يعني نرمين، مرحلة ما بعد الكارثة هي المرحلة الأدق والأصعب، خسارة كبيرة بالضحايا والبنى التحتية، حتى المنكوبين الموجودين بالمحافظات السورية إن كانوا بمراكز الإيواء يلي ممكن صعب أنه يرجعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، أو الأشخاص الموجودين اليوم بالمشافي بسبب حالات الرعب والخوف بعد كل هزة ارتدادية، حتى كمان الناس الموجودين ببيوتهم صار عندهم انطباع جديد، ما عاد يعرفوا يكملوا حياتهم بشكل صح. لنتعرف أكثر مشاهدينا مين هن الأشخاص الأكثر تأثرا بالزلزال، شو هي الأنماط الحياتية والغذائية الواجب أنه نتبعها. اليوم معنا ضيفتنا بالاستوديو الصيدلانية الدكتورة هالة شاهين. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. سهلين. يعني نحن حكينا جدا عن نتائج الزلزال وكيف نحن ممكن نتعامل مع الصدمة النفسية، ولكن اليوم نحن عم نحكي بحالة مختلفة، عم نحكي طبيا أكثر. فخلينا نحكي بداية ونعرف من هنن الأفراد الأكثر عرضة للتأثر بالزلزال بحسب نوع المرض. الحقيقة كارثة الزلزال هي ما فينا ننكر أنه هي كارثة شديدة جدا على الجميع، كل الأفراد الشعب السوري. الحقيقة كارثة الزلزال أثرت عليهم بشكل كتير كبير. للأسف نحن شاهدنا أنه بعد الكارثة صار في لجوء للناس لتناول المهدئات وطلب من الصيدليات لأدوية مضادة للقلق ومنومات وإلى آخره. الحقيقة مو كل الأشخاص المفروض أن يلجأوا لهذا النوع من التداوي ليخلصوا من حالة الشدة النفسية اللي صارت عندهم. الشدة النفسية هي بشكل عام، نحن إذا بدنا نقول الشدة النفسية شو بتعمل عند الأشخاص؟ الشدة النفسية تؤثر على اصطناع النواقل العصبية ضمن الجسم، فهي بتخفض من هرمون السعادة السيروتونين، بتؤدي لزيادة في إنتاج هرمونات أو نواقل عصبية إلى علاقة بموضوع القلق وموضوع الاكتئاب وموضوع الحزن وإلى آخره. هلأ تغير في اصطناع هذه النواقل العصبية بينعكس على الجسم بكثير اضطرابات، زيادة بضربات القلب، ارتفاع بالضغط الشرياني، اضطرابات باستقلاب الجسم عامة. لذلك الأشخاص الأكثر عرضة ليتأثروا سلبا بهذا النوع من الشدة النفسية هن اللي أصلا في عندهم أمراض مزمنة إلى علاقة بهي الأمور. يعني مرضى القلب أكيد، مرضى يلي عندهم ارتفاع ضغط شرياني وبيتعالجوا ضده، مرضى مثلا الداء السكري لأنه الشدة النفسية أيضا بتعرفوا أنتوا تؤثر على موضوع الاستقلاب، فبالتالي هي الشدة النفسية ممكن ما يعود الداء السكري منضبط عندهم. الأشخاص اللي عندهم أمراض عصبية مزمنة مثل مرضى الصرع، مرضى التصلب اللويحي، هدول هن الأكثر تأثرا. الحقيقة مرضى المزمنين هن الأكثر تأثرا بالشدة النفسية، وهدول يلي نحنا لازم نفكر أنه نستشير أو نراجع الطبيب المشرف على حالتهم لحتى نضيف لهم مع نظامهم الدوائي خلال هالفترة بعض المهدئات أو بعض مضادات القلق ليقدروا يتجاوزوا الحالة. أما الناس العاديين ما المفروض تلجأ لهذا النوع من الأدوية، في طرق تانية لحتى يتجاوزوا الحالة. تمام دكتورة. يعني اليوم كل شخص له طريقة أو أسلوب لحتى يتعامل مع الأزمة أو المشكلة اللي عم يمر فيها. خلينا نحكي عن الأشخاص الأسوياء صحياً عصبياً، كيف ممكن يتعاملوا مع الأزمات؟ الأشخاص الأسوياء الحقيقة من خلال تناول نظام غذائي متوازن وصحي، في عنا بعض أنواع من الأغذية اللي هي بتحارب القلق، زائد أنه هناك لازم يعتنوا خلال هالفترة بتناول بعض أنواع الفيتامينات اللي ثبت أنه هي أيضاً بتحارب القلق، على رأسها فيتامين د. بيقولوا لك العلماء الحقيقة فيتامين دال يعني بالسنوات الأخيرة إذا عم تلاحظوا أنه هو له علاقة بكل شيء، بالمناعة، بصحة الجسم، بصحة كل أعضاء الجسم، وأيضا اليوم عم ينحكى بشكل كتير كبير أنه فيتامين دال هو فيتامين كتير مهم لنخلص من القلق ونحارب الاكتئاب والشدة النفسية. لذلك كتير مهم خلال هالفترة ناخد جرعة داعمة من فيتامين دال لأنه هي بتفيدنا
لنرتاح. بالإضافة لهالشيء مجموعة فيتامينات بي هي كتير مهمة أيضا للأشخاص العاديين لحتى يقدروا يرتاحوا تهدأ أعصابهم ويتجاوزوا مرحلة القلق، وأكيد على رأسها فيتامين بي 12. في عنا مجموعة من المعادن مثل المغنيسيوم، الكالسيوم، الزنك، هدول ثبت بالدليل القطعي انه هن اي اضطراب فيهم رح يزيد من حالات القلق عنا. اذا نحن ايضا ممكن ناخذ مكمل غذائي يحتوي على هاي الانواع من المعادن لحتى يرتاح الشخص، بالاضافه للنظام الغذائي. مثلا نحن هلا بوقت الخضروات الورقيه الداكنه موجوده بالاسواق بشكل كثير كبير. الخضروات الورقية داكنة أيضا في إلى مفعول تحتوي على مواد أيضا تساعد على محاربة القلق وتهدئة الأعصاب. كل شيء يحتوي على الأوميغا 3، أسماك، سردين، تون مثلا، الأوميغا 3 أيضا موجودة ببذر الكتان. أيضا الأوميغا 3 هي من المركبات التي تساهم بمحاربة القلق. في عنا مثلا اللوز، في عنا المواد اللي تحتوي على مركبات بروتينية لأنه البروتينات هي بتعطينا الحموض الأمينية، والحموض الأمينية هي اللازمة لاصطناع السيروتونين والدوبامين اللي هني هرمونات السعادة عند الإنسان. فبالتالي كل ما اعتنينا بنظامنا الغذائي نحن لح نقدر نخلص من موضوع الشدة النفسية بدون ما نلجأ لأدوية وبطريقة كتير طبيعية. طيب دكتورة، خلينا نحكي اليوم عن ظاهرة وصف المنوم. يعني نرجع لهي الحالة إنه كتير أشخاص ما عم يقدروا يناموا لهلا، كل ما بدهم يروحوا يناموا حتى غيروا الظروف اللي كانوا يناموا فيها. في أشخاص ما عم يناموا بغرفة النوم، صاروا أو يناموا على الضوء. فخلينا نحكي عن تأثير هاي العادات على النوم، كونه النوم هو يعني الفترة اللي بتريح الجسم والأساسية يلي بتشحنه ليوم تاني. وتأثير المنوم على الجسم هو شو بيعمل؟ ما في داعي يلجأوا لمنومات. المنوم نحن بنعطيه يوم بيكون في حالة عصبية شديدة أو في ألم شديد عند الشخص، نحن ممكن نلجأ ساعتها، بيلجأ الطبيب ليعطيه منوم لحتى يريحه. لكن هن ممكن ياخذوا منومات طبيعية، مثلا شرب كوب من الحليب الدافئ قبل ساعة لساعتين تقريبا من النوم كتير بيهدي الأعصاب. اللبن أيضا كتير مهم. يحاولوا قبل النوم يبعدوا عن وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي عم تنقل الأخبار بطريقة يمكن شوي عم سلبية وعم بتحرض الأعصاب بشكل كتير كبير. كلاتنا عم نلاحظ هذا الشيء. فقبل النوم خلينا نعمل شوية عادات، نبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، شوي نهدي الإضاءة يلي نحن قاعدين فيها، المكان اللي نحن قاعدين فيه. برجع بقول لك كوب من الحليب الدافئ، كوب من لبن عيران مثلا إذا ما بيحبوا الحليب، أجبان ممكن، كل شيء غني بالتريبتوفان مثل الأجبان الدسمة، هي أيضا بتساعد أنه تهدي الأعصاب. بتصور أنه بيقدروا يتجاوزوا هالمرحلة ويوصلوا لنوم عميق. المنومات الاعتياد عليها موضوع كتير صعب ويزيد الحالة سوءا. يعني نحن إذا عم ناخد المنوم للنام، إذا تعودنا على المنوم ما عاد ننام بحياتنا بدون المنوم. لذلك الأفضل نلاقي نحن الطرق الطبيعية اللي تخلينا نوصل للنوم بدون ما نلجأ لدواء. تمام دكتورة، يعني اليوم للأسف كتير من الناس وقت صارت الكارثة تركت بيوتها وصاروا موجودين بمراكز الإيواء. البعض مثل ما ذكرتي ممكن يكون عندهم أمراض مزمنة مثل الضغط، السكري، القولون العصبي. هدول الأشخاص كيف ممكن إحنا نحاول نضبط أدويتهم، نشوف شو الأدوية اللي لازمتهم، نأمنها تكون يعني صلاحيتها لسه مستمرة؟ الحقيقة الله يكون بعونهم، يعني شغلة ما أنا سهلة. التواجد بمراكز الإيواء نتيجة الاكتظاظ الكبير يلي موجود. بس الحمد لله أنه بكل مراكز الإيواء يلي صارت في كوادر طبية متواجدة على مدار الـ 24 ساعة، والحقيقة في تبرعات دوائية، يعني ما قصرت كل الوزارات والمنظمات وكل الجهات الأهلية بتزويد المراكز بالأدوية. طبعا أنا بنصح دائما أنه ضمن مركز الإيواء وقت بيكون في عنا نفصل الأمراض، العائلات اللي في عندهم أشخاص مرضى مزمنين نخصص لهم زاوية بمركز الإيواء لحالهم. ومثلا العائلات اللي في عندهم أطفال وأولاد صغار نخليهم بزاوية لحالهم لحتى شوي نحاول نخلق بعض الهدوء لهذا المريض المزمن. وبالإضافة لهالشيء أنا بفضل أنه تبقى دائما الأدوية موجودة عند الكوادر الطبية وهن بإيدهم يعطوا المريض الدواء يلي لازمه بالوقت المحدد لحتى ما يصير في شوية إشكالات، لأنه
بتعرفي بسبب الاكتظاظ يلي موجود قد يصير شوية خربطة، حدا ياخذ علبة حدا، أو ممكن الأطفال تمد إيدها على علب الدواء اللي موجودة. فيفضل أنه دائما بمراكز الإيواء تبقى هيدي القصص محصورة مع الكوادر الطبية اللي هي موجودة، واللي الحقيقة عم بيشتغلوا شغل الله يعطيهم العافية، يعني شغل جبار. فترة صعبة بس بدها تمرق إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. كمان دكتورة، من يعني الآثار السلبية صحيا يعني عم تكون هي نوبات الهلع يلي عم تكون، حالات الخوف مع أي هزة ارتدادية. تمام. حتى صارت بظن عند شريحة كبيرة هي حالات توهم بحدوث زلزال، في أشخاص يعني صاروا بيربطوها مثلا شيء كتير متعارف، صاروا أي صوت على السوشيال ميديا، أي صوت مثلا الكلب، نباح الكلب، صاروا إذا سمعوا صوت عادي هو مثلا بالطبيعة ممكن نسمعه، صارت في حالة استنفار ورعب. تماما. فخلينا نحكي عن نوبات الهلع، كيف ممكن نحن نسيطر عليها؟ نحن يعني يمكن الشعب السوري تأثر زيادة بالموضوع لأن احنا ما لنا معودين. صحيح. هلا يمكن في مناطق بالعالم هن معودين ومستعدين انه قد يجي زلزال، نحن الشعب السوري ما كنا ابدا ببالنا هذا الموضوع نهائيا، فما لنا مستعدين. اليوم الحقيقة انا بوجه نداء لكل الجهات المعنية، نحن لابد من اجراء تدريب على مكافحة الهلع والتصرف بالحالات الكوارث، لأنه هذا بيساعد الناس لحتى تخلص من هالحالة. في عندك تدريب للتنفس بيصير ممكن الشخص من خلاله يهدي الحالة، حالة الهلع اللي موجودة عنده. ممكن أيضا بعض جلسات العلاج النفسي الجماعية اللي بيصير فيها تبادل بالآراء، تبادل بمعلومات اللي ممكن تزيد الاطمئنان عند الشخص، هي بتساعد الأشخاص أنه يخلصوا من حالة الهلع اللي موجودة عندهم. إنما أكيد نحن بحاجة تدريب على هذا الموضوع، نحن نفتقر لهذه القصة، لابد من التدريب. نبلش هلأ مثلا من طلاب الجامعات لنفرض، من طلاب المدارس نبلش ندربهم على هالحالة، كيف يقدروا يتعاملوا مع حالة الهلع من خلال التنفس، من خلال تمارين الاسترخاء، من خلال مثلا رياضة، مشي بالهواء الطلق، نعلمهم كيف يخلصوا من هالحالة استعدادا، يعني إن شاء الله ما بتتكرر، بس ما بيعرف الإنسان شو بيصير لقدام، فلازم نكون جاهزين لهذا الموضوع. تمام. خلينا نحكي أكثر عن النظام الغذائي المناسب بهيك أزمة، يعني اليوم ممكن موجود أطعمة تزيد حالة التوتر والقلق عنا، نسمع أنه ما لازم نكتر اليوم سكريات، نلجأ شوي للدهون، ما شو صحة هي المعلومة؟ نلجأ شوي للبروتينات الحقيقة. مثل ما قلنا، لأنه البروتينات برجع بقول لك هي غنية بالأحماض الأمينية اللي هي مسؤولة عن اصطناع النواقل العصبية اللي هي بتعطي السعادة للإنسان، سيروتونين ودوبامين على رأسها. مثل ما قلنا الأطعمة الغنية بأوميجا 3، وحتى إذا نحن ما بدنا ناخذها كأطعمة ممكن ناخذها كمكمل غذائي مثلا من الصيدليات موجود. كمان كل ما هو غني بأوميجا 3 هو يفيد في التقليل من القلق والاكتئاب عند الأشخاص. الكالسيوم كتير مهم. لذلك نحن منقول كاسة حليب دافئ أو لبن عيران لأنه هي غنية بالكالسيوم، بالإضافة لأنه هي فيها نسبة من البروتينات يعني أحماض أمينية، هذه كلياتها بتعطي شعور بالراحة. الشوكولا السودا، الشوكولا السودا كتير غنية بعناصر، عدة العناصر من المعادن من البروتينات اللي هي أيضا تكافح الاكتئاب والقلق بشكل كتير كبير. الحمضيات أيضا، فيتامين سي ثبت أنه أيضا هو له تأثير بتهدئة الأشخاص وزيادة النشاط عندهم خلينا نقول، وطالما أنت زدتي النشاط لح تقدري تكافحي القلق والاكتئاب اللي موجود عند الشخص. الحقيقة الغذاء الطبيعي كتير أساسي لنقدر نتجاوز هالحالة. الخضروات الورقية مثل ما قلنا قبل شوي، السبانخ، هلا نحن بوقت السبانخ، السبانخ كتير مفيد في التقليل من حالة القلق اللي موجودة عند الأشخاص، والله يحمي جميع يا رب. آمين يا رب. دكتورة خلينا نحكي عن نسب المكملات الغذائية اللي ذكرتيها، مثلا ذكرتي من شوي فيتامين د كجرعة وقائية، شو هي الجرعة؟ فيتامين سي مثلا لما نحكي هلا موسم الحمضيات هو متوافر، شو الكمية اللي هي كافية لجسمي تحميني؟ الأوميجا 3 مثلا ذكرتي. نحن ممكن من الغذاء نكون عم ناخذ الكمية اللازمة تبعنا، يعني مثلا هلا كفيتامين سي نحن خلينا نقول 250 ملي جرام باليوم هي كافية، واللي نحن ممكن نحصل عليها من خلال عصير برد أنتين. إذا عصرنا برد أنتين فريش وشربناهن فورا نحن حصلنا على ما يلزم جسمنا من فيتامين سي. بالنسبة لفيتامين دي أنا بنصح يوميا حوالي 1000 وحدة دولية، وبيجي بالعيار تبعه وحدة دولية، 1000 وحدة دولية يوميا على مدى 5 أيام بالأسبوع هي كافية لتعطيني ما يلزم جسمي من فيتامين دي. ممكن ناخدها من خلال
إذا عنا مثلا نحن قاطنين بالمناطق الساحلية ممكن نتناول الأسماك، ممكن ناخدها من خلال تناول الأسماك. بالمناطق الداخلية مثل بدمشق بجوز الأسماك ما أنا متوفرة كتير، ممكن ناخدها من الصيدلية. دكتورة عفوا بما يخص فيتامين دال، في مثلا هو شائع أكثر هو 5000 وحدة أو 10000، بيكون في عوز، لكن نحن هون عم ناخده وقائيا. وقائيا تمام، لأنه نحن حيجيني أنا من الوارد الغذائي حيجيني كمية من فيتامين دي، نحن عم نحكي هون وقائيا عم ناخده ليساعدنا لنخلص من حالة الهلع. فيتامين دي بالحالات العوز 5000 وممكن نوصل ل 10000 حتى كجرعة، لكن أنا عم أقول الجرعة اللي هي المينيموم بيز يلي هي بتعطيني ما يلزم جسمي يوميا. نعم. لحتى أقدر أنا أتجاوز الحالة يلي موجودة عندي. وحسب كل شخص وارده الغذائي بيضيف معه قليل من الفيتامينات باستشارة الصيدلية اللي موجود قريبا بيته، وبيقدر بيحصل على ما يلزم جسمه ليتجاوز الحالة. تمام دكتور، يعني مثل ما بنعرف انه الاطفال هن الفئة الاكثر حساسية وتأثر بهيك ازمات، كيف ممكن اليوم نحن نتعامل مع هدول الاطفال سواء كانوا بمراكز الايواء او ببيوتهم؟ شو الاغذية او الاطعمة او الفيتامينات اللي ممكن نعطيهم اياها؟ هلا اكيد الاطفال مثلنا مثلهم، الغذاء اللي نحن بيلزمنا بيلزمه ليتجاوزوا هالحالة، بس نحن مهمتنا اكبر لانه نحن ما لازم نعكس عليهم الحالة. يعني هذا الأهل الحقيقة مهمتهم مضاعفة هون، هي مو بس عناية بغذائهم وبفيتاميناتهم، عناية أيضا بدعمهم النفسي. نحن ما لازم نفرجي الطفل أنه نحن مرعوبين، أنه نحن خايفين، أنه نحن متوترين، هذا عامل كتير أساسي، لأنه أنت قد ما حاولتي تقنعي الطفل، الطفل بالنهاية المرجع الأساسي له هو أهله، والده، والدته، أخواته، لما عم بيشوف حالة الهلع عندهم، هذا الشيء رح ينعكس عليه وما رح نقدر نخلصه منه. إذا مثل ما نحن عم نعتني بواردنا الغذائي، بمكملاتنا الغذائية، بالفيتامينات نحن عم ناخدها، أيضا نحن ممكن نعطي الأطفال فيتامين يوميا، معلقة فيتامين منه هو رافع للمناعة ومنه بيساعدهم على تهدئة أعصابهم، ونحاول نحن نفسيا نوصل لهم شيء إيجابي، نحاول نطالعهم من الحالة ليتجاوزوا هالأزمة. أكيد فنان، تشكرك كثير صيدلانية دكتورة هالة شاهين، شكرا لحضرتك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا كثير لك دكتورة ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها لليوم. شكرا لكم.